اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن مصطفى تقرير كده سريع، يمكن انت لسه في بدايتك، يعني ما شاء الله يعني على مستوى الناشئين حققت بطولتين عالم، على مستوى الكبار انت لسه داخل في البي اس ايه يعني في بدايتك، يعني حاجه كويسه يعني اكيد انت حاسس بفخر. طبعا يعني الحمد لله، والله هي الطفره كلها جت من ساعه لما رحت الاهلي الحمد لله. يعني كان مشوار في الاهلي من وانا الناشئين، يعني يمكن لعبت 17 و19 سنه، كنت بلعب بطوله الجمهوريه السنين وعندي 4 ماتشات في اليوم. دي اللي طبعا ادتني لعبت 17 و19 كانت تقريبا في بلاك بول، في بلاك بول. انا فاكر كان انا بيبقى عندي 4 ماتشات في يوم واحد عادي، انا كنت بشوفك الصبح اجي اشوفك بالليل طول قاعد هناك. لا طبعا طفره الحمد لله في النادي الاهلي، مدربين كلهم على اعلى مستوى هناك، الروح اللي موجوده هناك يعني بتخش النادي كده في روح ان انت حابب ان انت تتمرن وحابب تعمل كل حاجه وحابب ان انت توصل دايما، حاطط عينك على تشوف دايما الكاس قدامك، تشوف حتى لو انت بتخش على لو داخل بطوله حتى كبار او عايز مش تكسب. مش همك مش همك مين اللي قدامك، ليه كل احترامه وطبعا تقديره، بس عايز تخش وعايز تكسبهم وعايز تكسر. صحيح ليه ما بقاش زي في لما كنت في الناشئين؟ الحته دي هي دي الحته بتاعت كسرت النادي عندك الاهلي الرهبة والخوف شوية وبقيت مش بالظبط قلقان ان انت تلاعب حد. بالظبط. كان في الاول اول ما دخلت البي اس اي اتحاد الكبار المحترفين كان عندي رهبه شويه ان انا الاعب الناس دي، طبعا وطبعا الناس دي شايفها بالنسبه لي يعدوا من جنبي يعني حاجه هاله كبيره. دلوقتي اللي هو عظماء طبعا السكوش، بس الحمد لله في الملعب ابتديت اللي هو لا تثبت ان انت مصطفى موجود. ركز في ماتشك، مصطفى ركز في جيمك وتقدر ان انت تكسب. الحمد لله طبعا بطوله الاهرامات دي كانت حاجه اكيد انجاز كبير قوي بالنسبه لي. هنتكلم عليه.